مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة. أنا وأحمد سمير مع حضراتكم على الهوى، وهيكون طبعا معنا أخبار كتير جدا عن النادي الأهلي وعن الكرة المحلية والكرة العالمية زي ما عودنا حضراتكم، غير طبعا ضيوفنا إن شاء الله هتكون النهاردة في الحلقة. بكرة خلاص مباراة سوني داب، والمباراة مباراة الإيام، مباراة مهمة في أفريقيا، ومهما كانت سهلة نظريا دايما بنقول إن فريقنا والجهاز الفني واللعيبة ما عندهاش حاجة اسمها مباراة سهلة، في تحضير كويس جدا. من الأخبار الحلوة ان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره اعلن طبعا سلبيه مسحه كورونا بالنسبه لاربع لعيبه، وهم محمد هاني وقفشه وكهربا واكرم توفيق، ولسه مسحه السوليه الجديده هتكون ان شاء الله النهارده بالليل، ان شاء الله تكون سلبيه ونطمن على اللعيبه كلها اللي خلاص بداوا يشاركوا في التدريبات.